في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي عقدت الحكومة جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. النقابات عبرت عن مطالبها بالرغبة في الزيادة في الأجر وزيادة في الدخل، لكن هناك أيضا ملفات مطروحة على الطاولة في طليعتها. القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب اللي مرتبط ارتباط وثيق بمناخ الأعمال، وأيضا موضوع التقاعد الذي يعتبر واحد من يعني منظومة التي وصلت للحد ديالها، فلذلك وجب مباشرة هذا الورش في أقرب الأجل. طبعا الحوار كان مطبوع يعني بالمسؤولية في مختلف هذه الاجتماعات.